نفترض عندي شافت، والشافت هذا له انرشا باي كيلوغرام متر سكوير. حطيت على هذا الشافت تورك، وهذا الشافت له انرشا وفي كمان فيسكس فريكشن. يعني هذا الشافت في له انرشا وفي له فيسكس فريكشن، والفيسكس فريكشن هون بي. بي راح تكون نيوتن متر راديانس بير سكند، بتطلع نيوتن متر سكند. لو جينا طلعنا هذا السيستم نشوف شو بصير فيه، لما بحط عليه تورك ايش راح يبدا يصير؟ بده يصير فيه تسارع، مضبوط؟ ايش القانون؟ قانون الخط ايش بقول؟ قانون نيوتن الثاني اف بيساوي ام اي، بالحاله هاي شو بكون عندي؟ تي بتساوي اي في الفا، مش هيك؟ والفا از فانكشن اوف تايم، اذا بدك احط هاي از فانكشن اوف تايم، مضبوط؟ ايش اللي بقاومني هون؟ بي في اوميجا. بي صار عندي اذا هون هلا لما باجي بحط التورك راح يكون عندي التورك انبوت اوف تي ماينس بي راح تنضرب في اوميجا تي، مضبوط؟ بتساوي اللي بضل هون ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني الفا از فانكشن اوف تي مضروبه في هلا هاي بدنا نبنيها، ما بدنا نحلها كديفرنشال ايكويشن، بدنا نبنيها كبلوك. الوقت اذا بتصبروا معي معلش شوي بالوقت بس نحاول بس نبني الاساسيات تبعتها. اذا انا راح اخذ هلا اطرح التورك، التورك راح يكون عندي انبوت، هذا بيشبه على فكره الى حد كبير السيمولينك. راح ناخذ من الموديل اللي هون راح اخذ سورس، نفترض مثلا عندي كونستانت او ستيب فانكشن، خلينا افترض انه اخذت ستيب فانكشن. هلا ستيب فانكشن راح اخذ منه هون وادخله، بدي اطرح منه فورس مضبوط او تورك، التورك بدي اطرح منه تورك مضبوط، التورك اللي بدي اطرح منه ايش مضروب ايش؟ بي كونستانت مضروب في اوميجا تي، هلا بعرفش وين راح تجيني اوميجا تي بس بدي اطرح تو توركس من بعض، حتى اطرح تو توركس من بعض بدي اخذ سبتراكتر. هذا بيمثل حاصل طرح التورك اللي جاي عندي من المحرك ماينس، راح احط هون اشاره ماينس، راح اطرح منه التورك اللي راجع من بي، حتى اطرح التورك اللي راجع من بي بدي اخذ جين، والجين راح احطه نعمل فورمات اللي هو مثل بي تمام، هذا بمثل بي، فاذا بدك هون حط بي اللي هو الفيسكس فريكشن اللي بيعتمد على السرعه، هون بيعتمد على سرعه دورانيه طبعا. هلا التورك اللي بضل عندي على ايش راح اقسمه حتى يطلع معي الفا؟ على اي. إذا هون عندي راح يكون في جين ثاني، والجين هذا بيمثل الانرشا. إذا قبل ما أعمل أي شيء قبل ما أنسى راح أسميه انرشا، وقيمته في الداخل هون راح تكون 1 على اي، واي راح أعرفها من من الماتلاب كوماند ويندو. إذا نشبك هذا من هون، إيش اللي بيطلع معي الآن؟ ألفا. ألفا عشان أحولها لأوميجا إيش بدي أعمل؟ انتجريتر. رجعنا انتجريتر من هون. وهلا هاي بتمثل أو خلص خليها انتجريتر من الواقع. راح يطلع معي الأوتبوت، هلا بإمكانك تسمي هاي مش هيك؟ أوميجا. إذا هاي سميها ألفا. او اكسلريشن، هاي صار عندي الفا وهاي صارت اوميجا مضبوط، واذا بدك ثيتا اذا انت مهتم بثيتا بس احتمال احنا نكون مهتمين اكثر شيء بالفا، اذا هاي راح نسميها هلا. هذا بتتذكروا المحرك بيطلع منه تورك وبقدر ادخل عليه سبيد بعكس ما احنا عملنا، طلعوا من وين كان المحرك الموديل اللي عملناه قبل شوي، نحاول نفتحه. ندخله مباشرة. هذا المحرك اللي عملناه قبل شوي. هلا هي بلوك، هي صار عندي بلوك، لاحظوا احنا شو عملنا هون؟ دخلنا دوت تورك، بس انا اللي بامكاني اعمله الان بس بدكم تفكروا فيها، بدخلش تي ال، بدخل اوميجا وبحط اللود في الخارج.
والتورك اللي بيطلع معي المحرك مش بيطلع معي تورك من المحرك وينه؟ هي هذا التورك مش هذا هو اللي بده يعمل التسارع؟ اذا مثلا خلينا نشوف اذا معنا وقت نعملها. انا مش رح الحق اني اعملها رن بس رح افرجيكم هلا. هاي بلغيها من هون وهذا من وين بيجي الان؟ هي لاحظوا هذا التورك كسيجنال طالع كرقم في شبك مع هاي. هلا هذا هون اللي بيطلع. هلا بحول هذا السيستم بدي احوله هون بدي احوله للسبيد ان راديانس بير سكند. بلغي هذا من هون هلا باخذ من هون هي صار عندي هذا اوميجا. بس طبعا هذا مش كامل، لازم اطرح من التورك اللي بيطلع من المحرك كمان اطرح اللود تورك. فلازم هون يكون عندي واحدة ثالثة اطرح اللود تورك عشان يبين، لأنه هون أنا عم بطرح بس الفيسكس فريكشن. مضبوط؟ بدي أضيف هون كمان أطرح، خلينا نشوف إذا بنقدر نضيف واحدة ثالثة. هون، هلا هون راح أحط اللود تورك أطرحه فبنطرح اللود تورك بطرح الفيسكس فريكشن بضل. هلا هذا صار موديل لميكانيكال لود، روتيشنال ميكانيكال لود. هذا هون كله صار موديل لروتيشنال ميكانيكال لود. فصار المحرك هلا زي ما حكيت بتحط تبني هاي تقدر تبنيها بالسيم ميكانيكس. في عندي انرشيا، في عندي دامبر، في عندنا سبرينج اللي بدك اياها بتحب تعملها بتقدر تعملها، احنا هون عملنا الموديل تبعها. فصار عندي هلا هذا بيمثل اللود، هلا هون راح اجي احط كونستانت اللي هي بتمثل التور تبع اللود. اوكي صار عندي هلا هذا جاهز، هذا صار ميكانيكال لود كامل جاهز، وهذاك هناك صار عندي اوميجا. صار هلا بس اشغل المحرك. طبعا هذا اوبن لوب لسه مش كلوز لوب، تقدر تعمله كلوز لوب. تقدر تقول انا بدي هذا السيستم يمشي على السرعه هاي مظبوط، والكنترولر بس طبعا انا ما فيش عندي لسه ايش ناقصني حتى اقدر اغيره. بدي التول اللي بتخلي هذا يتغير مش هيك؟ فحتى اقدر اسكر اللوب لان اخذ من هون اوميجا بدي هذه اشيلها واحط محلها هون فاريبل سبيد درايف. الفاريبل سبيد درايف راح تكون بالايرور، راح تدخل عليه الايرور راح يكون في عندي كنترول مكملها يكمل هاي الاشياء المره الجايه.